هي أضخم قافلة مساعدات إنسانية شاملة تنطلق من مصر صوب قطاع غزة في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية وتزايد الاحتياجات المعيشية في القطاع المحاصر. تتضمن القافلة ما يقرب من 195 شاحنة محملة بالمساعدات الطبية العاجلة من أسرة وكراسي متحركة وأنابيب أكسجين، بالإضافة للمساعدات الغذائية العاجلة من أطعمة ومأكولات فورية وبعض الحبوب لتساعد سكان قطاع غزة. تعددت قوافل الإغاثة المصرية الموجهة لدعم الشعب الفلسطيني، وتنوعت بين قوافل حكومية رسمية وأخرى شعبية وأهلية. وبادرت عدة جمعيات أهلية في مصر لدعم جهود الدولة المصرية لمساندة الشعب الفلسطيني ورعاية المصابين المنقولين لتلقي العلاج في مصر ورعاية أسرهم وتلبية احتياجاتهم المعيشية.